خلال شهر كانون الأول المنصرم وضمن برنامج فعاليات الذكرى السنوية الثانية لتأسيس مبادرة مسارات، أقيمت سلسلة من الندوات التعليمية والتثقيفية الموجهة إلى الطلاب. ركزت تلك الندوات على مناح متعددة، منها ما يتعلق بالنجاح على المستويين العلمي والحياتي، إضافة إلى ندوات حول التطوع ومفهومه وأهميته، وأخرى عن قضايا الشباب ومستقبلهم، وغيرها عن التكنولوجيا والصحة والتعليم. شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من العالم العربي، قدموا خلالها زبدة تجاربهم. وأغنى تلك الندوات جلسات النقاش والحوار التي أدارها الضيوف مع طلاب المبادرة. كل ذلك ضمن اهتمامنا بطلابنا، ليس فقط بتقديم المناهج التعليمية لهم، بل بكل ما يخص حياتهم ومستقبلهم.